ساره حيت انت خصنا هاد الانتصار هذا باش نرجعوا فكره الانتصار ورجعوا الاجواء ديال الشامبيونه. الحمد لله اليوم الدراري كانوا جاد. نشكر الجماهير اللي كيعطونا واحد الدعم كبير واحد الحافز كبير. العوده ديالهم كانت حافز لينا كبير هو اللي خلانا يمكن كفشوا الفرق كبير بين المباراه ديالهم والمباراه ديال الماضيه. مشكورين مره اخرى ونتمنى ان شاء الله نكملوا معاهم العمل جميعا ان شاء الله. شكرا لكم جميعا ان شاء الله. شكرا لكم جميعا ان شاء الله. الحمد لله المهم هو الفوز. المهم هو تروا الكوان صالح النادي باش نكملوا الصداره ديالنا في البطوله. نتمنى ان شاء الله المزيد من التالق جميع المكونين ان شاء الله ومزيد من